الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. طبتم وطاب لقاؤكم وتبوأتم من جنة الله منزلا بإذن الله عز وجل. هذا اللقاء عن البرص في المنام داخل البيت، فتابعونا وما تنسوناش باللايك والشير والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، وجزاكم الله خيرا. تفسير رؤية البرص في المنام: يدخل البيت. إذا رأى الشخص في منامه أن البرص يدخل إلى بيته، دل ذلك على كثرة المشاكل والهموم التي سوف يعاني منها الشخص في حياته، والتي لا يستطيع التخلص منها بسهولة إلا عن طريق قتل هذا البرص. رؤية المرأة المتزوجة في المنام لبرص كبير الحجم، دل ذلك على أن المرأة ستتعرض لكثير من المشاكل والخلافات بينها وبين زوجها أو في العمل إذا كانت المرأة تعمل. وإذا رأى الشخص في الحلم أنه يقضي على برص كبير، كان ذلك بشرى له بتحسين الأحوال. وحسب تفسير الإمام الصادق لوجود البرص في حجرته من حجرات المنزل أو أي مكان آخر بالمنزل، رؤيا تدل على أن الرائي وأفراد عائلته يتعرضون للحسد. وإذا رأى الشخص في منامه أنه يقتل البرص بيده، كان ذلك بشرى له بزوال الحزن وزوال الغم وفك الكرب. إذا رأى الشخص تكرير رؤية البرص في المنام، دل ذلك على أن هذا الشخص بعيد عن الله عز وجل، ويقوم بارتكاب الكثير من المعاصي والمشاكل. رؤية دخول البرص إلى المنزل هي واحدة من الرؤى الغير محبوبة، حيث أنها تدل على اقتراب الشر من الرائي، وتدل هذه الرؤية على وجود مجموعة من الأعداء المحيطين بالرائي. أما إذا رأيت أنك تقتله، دل ذلك على التخلص من كل شر الذي يترصد لك. إذا شاهدت خروج البرص من منزلك، فإن هذه الرؤية تعني التخلص من الهموم والمشاكل وبداية حياة جديدة. أما إذا رأيت أن يعني هو الأفضل قتل البرص، حتى قتله يعني دلي في حديث بيقول لك اللي يقتل برص واحد بياخد 100 حسنة، عشان الوزع أو البرص ده كان بيبخ النار على سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام. ماشي. تفسير وجود برص في البيت: رؤية الشخص في منامه للبرص يدخل بيته، رؤية تدل على تعرض الرائي لكثير من الهموم والأحزان والمشاكل في حياته. وحسب تفسير الإمام النابلسي، فإن رؤية الوزغ أبو بريص البرص يعني اسمه كده في بيت الرائي في الحلم، تدل الرؤية على أن هناك شخصا في حياة الرائي يتكلم عنه بكلام باطل وسيء. وإذا رأت المرأة المتزوجة في الحلم أن البرص في منزلها وتنجح في قتله، فالرؤية تبشر بزوال هموم وأحزان الرائية. رؤية الفتاة العزباء لبرص صغير في الحلم، رؤية تدل على وجود امرأة سيئة في حياة رائيتك، تكاد لها وتتمنى لها كل شر. وإذا رأى الرجل المتزوج في الحلم أنه ينجح في قتل الوزغ أبو بريص صغير الحجم، دل ذلك على أن أبناء الرجل يتصفون بالشقاوة، وينبغي الاهتمام بتربيتهم. إذا رأى أن البرص يقوم بمصد دمه، دل ذلك على وجود أحد الأشخاص المقربين من الشخص يقوم بالكلام عليه ويخوض في عرضه وشرفه. رؤية الوزغ أبو بريص في منام المرأة الحامل، رؤية تشير إلى حالة القلق والتوتر الذي تعيش بها المرأة نتيجة خوفها من الأولاد. ورؤية المرأة الحامل في المنام للبرص يطاردها تدل على أن هناك مشاكل صحية تعاني منها المرأة، ويجب عليها الاطمئنان على صحتها وصحة الجنين. وملاحقة البرص في الحلم للمرأة الحامل، رؤيا تدل على أن هناك من يكيد للمرأة ويريد أن يؤذيها. رؤية الشخص في منامه أن الوزغ يلاحقه وهو يشعر بالخوف الشديد ولا يستطيع الهروب منه، تشير إلى المعاصي والذنوب الذي يرتكبها. وإذا رأى الرجل في الحلم أن البرص يطارده، دل ذلك على وجود شخصا يكره الرائي ويتمنى له الشر. بينما إذا رأى الشخص النائم في منامه أن هناك برص يطارده وهو ينجح،
في التخلص منه وقتله، فتلك الرؤيا تبشر الرائي بانتهاء فتلك رؤيا تبشر الرائي تبشر الرأي بانتهاء الخلافات والمشاكل التي يواجهها في حياته. هو يعني سبحان الله البورس دي، يعني انا بقول لكم في يعني ليه احاديث كتير، يعني قتله علامة حسنة سبحان الله. تفسير البورس الكبير في الحلم. يقول الإمام ابن شاهين أنه إذا رأى الشخص أن البورس منتشر في كل مكان في بيته دل ذلك على أن هناك مشكلة كبيرة وسوف يقع فيها الكثير من أفراد عائلته. إذا رأى أن البورس قد خرج من بيته دل ذلك على التخلص من الهموم والمشاكل المحيطة بالشخص. إذا رأى الشخص في منامه الوزغ أبو بريص كبير الحجم ويوجد بكثرة في المنزل الرائي، فالرؤية تدل على حدوث كثير من الخلافات بين أفراد الأسرة بعضها البعض. دي يعني يا أخوانا دي تفسير العلماء الكبار ابن سيرين وابن النابلسي وابن شاهين اللي هم متخصصين اللي هم يعني متخصصين في موضوع الرؤى والأحلام. يعني احنا ايه ما بنقولش كلام من عند نفسنا، وفي كتب موجودة عن الموضوع ده يعني زيادة التأكيد. يعني رؤية الوزغ مقطوع الزيل في المنام هو دليل على مشاكل وحزن يسعى للقضاء عليها. أما عن رؤية الفتاة العزباء لذات الرؤية تدل على إصابتها بمرض حلم المتزوجة بالوزغ مقطوع الزيل. احنا قلنا الوزغ هو البرص برضه، الزيل إشارة إلى حدوث مشاكل مع زوجها. البرص هو أحد الزواحف التي تسبب فزع وخوفا لكثير من الأشخاص. طبعا هو وحش خلاص. دي يعني ايه دي بقى المرة الجاية ان شاء الله ايه نكلمكو عن ال هو لسه برضو في شوية في البرص هنجيبهم. الناس كده يا اخوانا بياخد مننا وقت، يعني ايه محدش يستهن به. ماشي اسمعوا بقى دي حلوة خالص. رؤية البرص يأكل من لحمك تدل على أن الشخص الرائي يعاني من الغيبة والنميمة من قبل الأشخاص المحيطين به. أما إذا رأيت البرص على ملابسك دل على حصولك على ملابس هدية من بعض الأشخاص. إذا مر البرص على جزء من جسدك دلت هذه الرؤية على أن الشخص الرائي سيرتكب جريمة يعاقب عليها القانون. يقول الإمام ابن شاهين رحمه الله إنه إذا رأى الشخص في منامه أنه يقوم بقتل البرص دل ذلك على أن الشر الذي ينتظر الشخص سوف ينتهي، ودل أيضا على أن هناك أحد أعداء هذا الشخص يخطط لإذيتك ولكنه سوف يفشل. وجود البرص في الحلم الفتاة العزباء يدل على وجود أشخاص منافقين ومخادعين في حياة الرائية، ويجب عليها الحذر منهم والتخلص منهم. وإذا قتلت الفتاة العزباء في منامها البرص كان ذلك بشرى لها بزوال الأحزان وفك الكرب والتخلص من الهموم. إذا قمت بقتل البرص دل ذلك على الانتصار على الأعداء. رؤية الفتاة العزباء في الحلم للوزغ أبو بريص يقف بالقرب منها رؤية تدل على أن هناك أشخاص من المحيطين بالفتاة يذكرونها بكلام سيء. إذا رأى الشخص في منامه أن البرص قد قام بعضه في يده أو في قدمه دل ذلك على أن هناك أحد الأشخاص المقربين منك يكرهك ويحاول أن يسبب لك الكثير من المشكلات. رؤية البرص ينفس على جسد الرائي، فإن هذه الرؤية تدل على أن الرائي سوف يتعرض إلى فترة من المرض. أما إذا شاهدت البرص ينفس على مالك دل على خسارة كثيرة من الأموال وقد تصل إلى الإفلاس. إذا رأيت أنك تقوم بقتل البرص في منامك فإن هذه الرؤية تعني التخلص من الشرور المحيطة بك وتعني التخلص من الهموم والأعداء. إذا رأى الشخص على جدران غرفته دل ذلك على أن هناك أحد الأشخاص القريبين منه ينم عليه ويذكره بالسوء دائما.
يعني انتوا زي ما شفتوا كده يا اخوانا رؤية البورصة دي، استغفر الله العظيم يا رب، على الاطلاق مش حلوة، كلها مشاكل وقطيعة رحم والناس بتنم على بعض، وربنا يحفظنا. يعني ابو بريصة دي ولا هو حلو في الحقيقة ولا في المنايم. وان شاء الله عز وجل ما تنسوناش بقى زي ما قلنا بلايك وشير والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس تشجيعا لنا على الاستمرار، وجزاكم الله عز وجل عنا خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.